الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حاجة يا أنس، لقد أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر كثيرا في هذه الأيام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا الله، هي دي هي دي. الله أكبر. الله من العصر جدا. لا لا، مش هقدر اصلي دلوقتي، بس خلص الفداية. الله أكبر. قم إلى الصلاة يا بلال. حاضر حبيبي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، أخرجه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. صححه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.